السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفيد في الرياضيات، المستوى الرابع، التقويم التشخيصي، الحصة الثالثة، الصفحة 98. تمرين رقم 13، أقيس أطوال الأقلام التالية وأرتبها من الأقصر إلى الأطول. إذا باستعمال المسطرة سأقوم بقياس أطوال هذه الأقلام. سنجد أن أقصر هذه الأقلام هو الأخضر، بعده يأتي الأصفر، ثم الأزرق، وفي الأخير الأحمر. التمرين رقم 14، أصل كل بطاقة لهما الطول نفسه. 4 كيلومتر هي 4000 متر، لأن 1 كيلومتر هو 1000 متر. 4 متر هي 400 سنتيمتر، لأن 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. التمرين رقم 15، ألاحظ الرسم وأكتب بالأرقام الساعات التي يشير إليها العقربان. لدينا هذه الساعة عقربية، إذن العقرب الصغير يشير إلى الساعة والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق. إذن تشير هذه الساعة إلى الساعة 10:10. تمرين رقم 16، أرسم عقربي الساعة حسب ما تشير إليه الساعة الرقمية. لدينا الساعة الرقمية تشير إلى 8:30 أو 8:30. إذن سنرسم العقرب الصغير في اتجاه الرقم 8، أي الساعة 8، ثم العقرب الكبير في اتجاه الرقم 6 الذي يشير إلى 1/2 ساعة، أي 30 دقيقة. التمرين رقم 17، أكمل بما يناسب. سنقوم بتفكيك العدد الأول، 7891 يساوي 7000 + 800 + 90 + 1. بالنسبة للعدد الثاني لدينا تفكيك، وسنبحث عن العدد. لدينا 5000 + 400 + 70 + 9 يساوي 5479. تمرين رقم 18، أرتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر. لدينا جميع هذه الأعداد مكونة من 4 أرقام، إذن أصغر هذه الأعداد هي التي لها أصغر رقم الآلاف. إذن أصغر هذه الأعداد هو 3987، ثم بعد ذلك نحدد الأصغر في بقية الأعداد. جميع الأعداد المتبقية لها نفس رقم الآلاف، إذن لمقارنتها يجب أن ننتقل إلى مقارنة المئات، وفي حالة التساوي ننتقل إلى العشرات. ثم إذا كان هناك تساوي أيضا على مستوى العشرات، سننتقل إلى مقارنة الوحدات، وفي الأخير سنحصل على الترتيب التالي: 3987 أصغر من 8795، أصغر من 8797، أصغر من 8957، أصغر من 8973، أصغر من 8975.